مرحبا. تصدر الفنان عمرو دياب ترند البحث على جوجل مرة باللغة العربية ومرة أخرى باللغة الإنجليزية، وذلك بعد طرح أغنية وكليب أماكن السهر اللي تصدرت مواقع وتطبيقات الإنترنت المختلفة منذ طرحها، وثلاثة مليون مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها على يوتيوب. كما تصدر أيضا هاشتاج دينا الشربيني لشراكة الفنان عمرو دياب بتصوير الأغنية. بذكر بأن أغنية أماكن السهر من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. من ناحية أخرى، أصدرت النجمة بيونسي أغنيتها الجديدة براون سكين جيرل يلي شفنا فيها بنتها آيفي ونجوم عالميين مثل ناومي كامبل، لوبيتا وداستينز تشايلد بالكليب. وكانت بيونسي خلال وقت سابق قد قدمت بيان لجود مورنينج أمريكا، شددت على أهمية تمثيل جميع درجات اللون البني المختلفة، وأوضحت بأولى: أردنا تصوير كل شخصية بمنظار ملكي، فكان من المهم أن نكون جميعا مع بعضنا. هيدا كان كل شيء.